بنا حول معنى ربما لا يكون حاضرا في جلساتنا هذه أو في أجندة نقاشنا، حديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم للكعبة، وكأنها تسمع وتعي. حديثه صلى الله عليه وسلم عن أحد، أحد جبل يحبنا ونحبه، أو نحبه ويحبنا. ناهيك عن بعض الملامح الأخرى في سيرته العطرة، تسبيح الحصى بين يديه، وقوله صلى الله عليه وسلم في موضع آخر: إني لأعلم موضع حجر في مكة كان يلقي عليه السلام أو ما شابه، كان يسلم علي قبل أن أبعث صلى الله عليه وسلم. كل هذه الإشارات ربما تأخذنا لسؤال حضرتك، هل هذا يعني أنه ما حولنا من جماد وأمور قد لا يكون بها حياة، لا نحسها ولا ندركها، قد يكون بها شكل آخر من الحياة لا نعيه ولا ندركه بشكل أو بآخر؟ بلا شك كونها تسبح وتذكر الله سبحانه وتعالى، تسبح الله سبحانه وتعالى، يقول: وإن تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. إنه كان حليما غفورا. كل شيء يسبح، ولذلك لما تكلم أهل الله عن هذا وتكلموا عن حب الأكوان للمسلم وحب المسلم للأكوان، هي دي النقطة دي اللي أنا عايز حضرتك نستزيد منها، فكرة علاقة المسلم بما حوله حتى إن كان جماد. صحيح. وصلوا إلى حد التعامل برفق مع الكون. يعني حتى قال قائل: لا تغلق الباب بعنف، الله يفتح عليك، لأنه يسبح الله. شوف شوف، يمشون على الأرض هونا. شوف المعنى، معنى المسلم رقيق القلب الذي يشعر أن هذا الكون كله لله، وأنه ليس إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، وأنه ليس من شأنه التكبر على خلق الله. نعم. يعني خفف الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. نعم. يعني أنت في هذه الحياة أيها المسلم تطبق مراد الله، أنت وجدت لمهمة تؤديها، تؤديها بمنظومة القيم. نعم. بالأخلاق الحسنة، بالرحمة، بالشفقة، باحترام خلق الله. نعم. وتعظيم ما عظمه الله سبحانه وتعالى. عظيم. أريد أن يعني أستدرك شيئا. عندما قال سيدنا عمر: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولكني رأيت، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلته. يعني هناك زيادة رواها الإمام الحاكم في المستدرك. نعم. أن سيدنا عليا قال له: يا أمير المؤمنين، بلى والله إنه لا يضر وينفع، صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يخلق له يوم القيامة لسانا وشفتين يشهد لمن يستلمه بحق. لا إله إلا الله. إذن فهذا وجه من النفع، أن يشهد لك بأنك أنك عظمت أمر الله. نعم. فيه. نعم. فاحترمته لتعظيم الله له.